عندما يغسل الممرض يديه فإنه لا يأتي العملية من قبيل الروتين، إنما يقوم بإجراء حاسم وحيوي للحد من انتقال العدوى وينقذ بالتالي حيوات المرضى وغير المرضى. وباعتبار أهمية هذه العملية وهي خطوة أساسية في العلاج، يوم وطني لحفظ صحة الأيدي بالوسط العلاجي خصص للغرض احتضنه المستشفى المحلي بالوسلاتية من ولاية القيروان. بهذه التقنيات الدقيقة في تعقيم اليدين وطريقة ارتداء القفازات الطبية، استفاد العاملون في القطاع الصحي من توصيات اليوم الوطني 14 لحفظ صحة الأيدي بالوسط العلاجي الذي احتضنه المستشفى المحلي بالوسلاتية تحت شعار تسريع العمل معا، أنقذ الأرواح، نظف يديك. استفدنا بالكدا، يعني استفدنا بالكدا خاصة في لافاج دي ما هي مهمة برشا في خدمتنا، فهمت؟ يلزمك كل اكت يلزم تغسل يدك. تعرف اليدين تنجم تمثل معناها 50 حتى 80% من الخطر العدوى نتاع الإصابة، وهذاك علاش نأكدوا عليه ونعملوا فما يوم عالمي وبالتالي فما يوم وطني. الغاية منه هو معناها باش نذكروا باش نحفزوا. ما عندي لاتولي لافاج شيريجيكال، حاجة جديدة باش نحكي لكم عليها، على لافاج بصافون دو، وحاجة أخرى زيد عملوا بالفريكسيون هيدرو الكوليك. عندنا الاكسسوارات نتاع اللافابو إن شاء الله تكون الأخرى في سبيتاراتنا الناس الكل. أكثر من 100 إطار طبي وشبه طبي من مختلف ولايات الجمهورية واكبوا طرق حفظ صحة الأيدي في إطار 5 ورشات تهدف إلى تعزيز ممارسة النظافة الجيدة لليدين لوقاية المريض وعون الصحة. الورشة الأولى تهتم بالتصرف في المخاطر العدوى اللي تنتقل عبر الأيدي. الورشة الثانية تهتم ب يعني ما هي المتطلبات ما قبل تنظيف الأيدي. الورشة الثالثة تهتم بالتجهيزات والمعدات اللي نستعملها في تنظيف الأيدي. الورشة الرابعة تهتم بطريقة لبس القفازات وما أدراك ما القفازات اللي هي تحمي اليدين من العدوى. تبدأ أنك تغسل يديك ولا تعمل ليجيان دي مان تاعك بالفيكسيون هيدرو الكوليك، من بعد كيفاش تخلي لي غون ما تمسش اون كونتاكت لي بير دي غون تاعك، على خاطر هذاك هو لو ريسك انفيكسيو اللي نجم يتعدى منها هو. ووقتها كي نعملوها بطريقة صحية بطريقة سليمة، وقتها نضمنوا أنه صلى الله لي سوان تاعنا كلهم باهيين. معناتها تعمقنا فيها اكثر باش معناتها نتعرفوا كيفاش ناخذوا القفازات، كيفاش نستعملوهم، كيفاش اللبس الصحيح نتاعهم، وكيفاش طريقه النزعه الصحيحه زاده نتاعهم باش احنا ما نتاذوش احنا وما ناذوش معنا المريض. يندرج هذا اليوم في إطار الاحتفال باليوم العالمي لنظافة اليدين الذي تدعو إليه منظمة الصحة العالمية في 5 من شهر ماي من كل عام، بهدف التعريف بالإجراءات الفعالة لنظافة اليدين في الوسط الصحي ومنع انتقال العدوى. ذكرى 65 من معركة إرمادا الخالدة أحياها مقاومو الجهة ومناضلوها وأهلوها اليوم متوقفين عند هنات الوضع الاقتصادي والاجتماعي بمدينة ذات أثر حي في مسيرة تحرير تونس ما تزال تفتقر إلى كثير من مقومات التنمية المستدامة. في معتمدية إرمادا أحيا أهالي ومواطنو المنطقة الذكرى 65 لمعركة إرمادا الخالدة التي عدت واحدة من المعارك الحاسمة من أجل السيادة الكاملة على التراب الوطني، والتي سطر فيها أبطال المقاومة والأهالي ملاحم بطولية لمقاومة الاستعمار، ليسقط فيها عدد من الشهداء من المقاومين والمواطنين ومن رجال التربية والتعليم بمعتمدية إرمادا. معركة إرمادا هي محطة جوهرية في الجنوب التونسي، أدى فيها المناضلون والفلاقة والمجتمع بأسره في إرمادا الجريحة في تلك الوقت نضالات عديدة. أجدادنا ناضلوا باش نعيشوا الحياة الكريمة هذه، أجدادنا خرجوهم، فهمتني ولا؟ ولقوا صدورهم الكرتوش باش خرجت. معركة رمادة هو حدث وطني، معناها بالمناسبة معناها نترحم على كافة الشهداء. نحب اليوم نعطوا صورة لمعتمدية رمادة أن معناها يجمعنا هذاك الدرابو. موكب أحياء هذه الذكرى حضره عدد من مواطني المنطقة
والذين لئن عبروا عن اعتزازهم وفخرهم لما قدمه الأجداد والأباء من تضحيات في سبيل البلاد، فإنهم عبروا عن مشاغلهم التي تنتظر التنفيذ منذ سنوات عديدة. نطالبوا معناتها يلهونا بالبرنامج الصحي في معتمدية رمادة بصراحة، وخاصة زاد مركز نتاع حماية مدنية لازم مهم جدا هنا في معتمدية رمادة. المستشفى المحلي برمادة ظروفها قاسية جدا، أتصور حتى الأدواء لحد شيء، والطب تلقى طبيب واحد يشد لك أسبوع وساعات ما تلقاش، يعني نقص حاد في الأطباء، نقص حاد في الأدوية، وكذلك موضوع الحماية المدنية. والحماية المدنية هذه في حاجة ماسة، رمادة لفرع للحماية أو مركز للحماية المدنية. مشاغل الحقيقة تقريبا تكاد تكون متشابهة مع كل المناطق وتتطلب استثمار قوي للدولة، لكن مش ممكن الاستجابة إليها الآن فقط، لأنه يجب أن يتوجه كل الشعب إلى الإنتاج ويتوجه إلى القطاعات الأكثر إنتاجية من أجل العمل. إحياء هذه الذكرى وزيارة وزير الداخلية إلى معتمدية رمادة تزامنت أيضا مع تدشين مركز حدودي جديد بمنطقة مغني على الحدود التونسية الليبية. انفراج أزمة حجب الأعداد الذي استبشرت له العائلة التونسية بعد توقيع نقابة التعليم الثانوي العام اتفاقا مع وزارة التربية الثلاثاء الماضي لم ينهي الوضع الحرج الذي يحاصر التلاميذ وعائلاتهم، إذ أكد ممثل الجامعة العامة للتعليم الأساسي أنهم سيواصلون حجب الأعداد حتى يتفقوا والوزارة حول مطالبهم. قبل بضع أسابيع من انطلاق الامتحانات الوطنية، انفراج في الأزمة بين وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الثانوي بعد أزمة بين الطرفين امتنع بموجبها الأساتذة منذ بداية السنة الدراسية عن تمكين الإدارة من أعداد الامتحانات، إلا أن الأزمة ما تزال متواصلة بين وزارة الإشراف والجامعة العامة للتعليم الأساسي، ففي الوقت الذي تؤكد فيه الوزارة حرصها على أن يكون بلوغ اتفاق في التعليم الأساسي هو الهدف التالي، أكد عضو الجامعة العامة للتعليم الأساسي توفيق الشابي أن الجامعة العامة لن ترفع قرار حجب الأعداد وستواصل نضالتها إلى حين التوصل إلى اتفاق جدي مع وزارة التربية. وأوضح الشابي في تصريح له أن الاتفاق الذي تم توقيعه بين كل من وزارة التربية والاتحاد العام التونسي للشغل والجامعة العامة للتعليم الثانوي وبإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية لا يشمل الجامعة العامة للتعليم الأساسي، وشدد الشابي على أن النقابة ستواصل تنفيذ القرارات المنبثقة عن هيئتها الإدارية المنعقدة بتاريخ 9 مايو الجاري والمتمثلة في المضي قدما في حجب أعداد التلاميذ عن الإدارة بالنسبة للثلاثي الأول والثاني والثالث، فضلا عن تنظيم وقفات احتجاجية بالجهات تتوج بيوم غضب وطني سيحدد تاريخه لاحقا. وكانت وزارة التربية وقعت عشية الثلاثاء اتفاقا مع الاتحاد العام التونسي للشغل يقضي برفع حجب أعداد الامتحانات وصرف مستحقات اتفاق 9 فيفري 2019 والترفيع في المنحة البيداغوجية. وفي أبرز بنوده ينص الاتفاق على إسناد الترقيات المهنية وصرف متخلدات اتفاق 9 فيفري 2019 فضلا عن تحيين منحة مستلزمات العودة المدرسية انطلاقا من سبتمبر 2023 بما يناسب 75% من الأجر الخام. بمشاركة 10 مدارس نسخة ثانية من كرنفال الإبداع المدرسي تحتضنها دار الثقافة أبو القاسم الشابي بمجاز الباب من ولاية باجة، كانت فضاء مفتوحا أمام التلاميذ استعرضوا فيه ابتكاراتهم ولمساتهم الإبداعية المختلفة في اختصاصات الفنون كافة من مسرح وعزف ورسم وخزف وكثير غيرها. الدورة الثانية لكرنفال الإبداع المدرسي بدار الثقافة أبو القاسم الشابي بمجاز الباب من ولاية باجة مثلت فضاء مفتوحا لتلاميذ 10 مدارس ابتدائية على مدى يوم كامل، راجعة بالنظر لتفقدية المدارس الابتدائية بدائرة مجاز الباب واحد لتقديم آخر إبداعاتهم في مجالات الموسيقى والغناء والمسرح والإلقاء والشعر والخزف والرسم والخط العربي وغيرها من الفنون. هذه الدورة هي تحمل في معناها أنشطة
ثقافية تربوية متنوعة من معارض انتجت تلمذية، حوارات ثقافية، وكذلك معارض خاصة سواء بالانتاجات التلمذية أو معرض خاص بدار ثقافة بالقاسم الشابي في الأدوات التقليدية. علاء البعد الثقافي بالمدارس الابتدائية بما يخدم التعلم بالمؤسسات التربوية العمومية هو من بين أبرز أهداف مثل هذه التظاهرات، إلى جانب تقديم أهم الانتاجات التلمذية للمدارس الابتدائية وتأطير مواهبهم وإبداعاتهم في مختلف الفنون الثقافية، مما يضفي أجواء خاصة على المكان ويحظى بمتابعة الأولياء والتلاميذ على حد سواء. دمج التلميذ تربويا وثقافيا، خلق توازن فكري وأدبي وتثقيفي لدى الطفل والناشئة عموما، كذلك حث التلاميذ بممارسة الأنشطة الثقافية في الوسط المدرسي وكذلك في الوسط الثقافي بقدوم إلى دار الثقافة والمشاركة في النوادي الثقافية المتنوعة من خلال معنا العروض المسرحية، الإنتاجات الموسيقية، الإلقاء كذلك الشعري وكذلك الخط العربي. الحق أنا ديما نحب الرسم والمعلمين الكل قاعدين يشجعوا فيا حتى من عائلتي. قالوا لي شكون يعرف يلعب؟ قلت لهم أنا نجم. قالوا لي تنجم تشارك في دار الثقافة. يكتشفوا أدوات الخط ويكتشفوا أسرار ميزان الخط زاد وكل شيء، ويساعدهم حتى في تحسين الخط. والله حاجة باهية للصغيرات على الأقل يخرجوا من الستريس نتاع الامتحانات. نوادي المسرح والحقيبة الديمقراطية مثلت فضاء للتعبير الحر والتعود على السلوك الديمقراطي من أجل خلق تلميذ حر ومتوازن ومنفتح على محيطه الخارجي بعيدا عن كل مظاهر الانغلاق والتطرف. انطلقت نادي للحقيبة الديمقراطية أو اليقظة الديمقراطية في مدرسة شارع بورقيبة بهدف إرساء كل ثقافة ديمقراطية معناها يتشربها المتعلم منذ نعومة أظافره فيما يتعلق بالعملية البيضاء للانتخابات، فيما يتعلق بالسلوك الديمقراطي على مستوى معناها حظوته بفرص حقيقية وعادلة للتعلم. تظاهرات كرنفال الإبداع المدرسي بفضاء دار الثقافة أبو القاسم الشابي بمجاز الباب من المنتظر أن تؤسس لسلسلة من التظاهرات الثقافية الأخرى بالجهة، تفعيلا للشراكة الإطارية بين وزارة الشؤون الثقافية ووزارة التربية. حتى ألقاكم في مواعيد إخبارية قادمة، أجمل التحايا مشاهدينا، إلى اللقاء.